او من اول 31 اكتوبر يعني هو ده اليوم اللي بيفصل ما بين بقى ايه اعتقاداتهم كده او دي معتقداتهم يعني ما بين عالم الاحياء والاموات. كل واحد حدود بتتشال ده كل واحد ايه اللي وجهه نظره حطوها في الموضوع يعني. فبناء عليه ابتدوا ان هم يعني يعملوا بعض الطقوس الخاصة بقى اللي احنا بنشوفها دلوقتي اللي هي الناس بتلبس ماسكات معينة بترسم حاجات مش عارف شكلها عامل ازاي حاجات مرعبة قوي. استنى بس ايه علاقة الهالوين بقرع العسل؟ مش عارف يعني بجد بيبقى نفسي اعرف كل سنة انه ليه الديكوريشن والحاجات دي كلها بتبقى عبارة عن قرع العسل او البس ماسك قرع عسل وعلق قرع عسل يعني ايه العلاقة؟ سارة ما تفيدينا بالمعلومة كده ليه مش بطيخة كده مرسومة حاولي يا سارة تقولي لنا المعلومة الدقيقة كده لحد ما نتكلم شوية. طيب يمكن السنة دي شفنا احتفالات كتير جدا في بلاد مختلفة ويمكن الحدثين الأبرز اللي حصلوا الفترة الأخيرة هو أنه السعودية احتفلت لأول مرة بالهالوين وناس كتير شفناهم بقى في الشوارع ومتنكرين وعندهم نفس أجواء الاحتفالات اللي بتكون موجودة في كل دولة. وكمان الحدث الثاني اللي كان مؤسف حصل في كوريا الجنوبية نتيجة تدافع الناس أثناء الاحتفالات نتج عن ده 146 قتيل والموضوع طبعا قلب بحزن فظيع. الناس نازلة تحتفل حصل تجمهر وزق واندفاع والحاجات دي كلها فالأسف. دي الصور بقى اللي هي خاصة من السعودية. السعودية السنة دي الصور دي كانت بالنسبة للقصة الهالوين يعني كانت الأبرز في الفترة الحالية ليهم يعني. وطبعا ده يعني ان هو الناس كلها بتحاول يخلوا فيه اختلاف شوية الى حد ما بيعبروا عن فرحتهم من خلال مثلا مناسبة معينة. طبعا اجواء يعني اللي هم يمكن حاسين بيها دلوقتي واحنا عارفين بقى الثقافات طبعا الغربية دلوقتي بقت يمكن بتأثر بشكل كبير على بعض الدول وعلينا احنا كمان برضو. ودي الصور بقى الخاصة برضو من العالم يعني مش بس دي السعودية. كل ما اشوف الصور دي افتكر فيلم 007 يعني جيمس بوند مش عارف ليه داني كريج. انا بالنسبه لي انا بحب قوي الاجواء دي الطقوس لا اللي فيها الوان لكن الحاجات فيها الحاجات اللي فيها رعب لا دي المكسيك ده المكسيك دي شكلهم بس مرعب برضه مبهج قوي احب الالوان لكن ما احبش الحاجات المرعبه طب لو انت هتتنكر هتبقى ايه زي او الحاجه اللي ممكن تتنكر فيها؟ هتلاقي بقى الحاجات اللي هي عارفه اللي هي الكرتونيه كده الحاجات اللي هي الخاصه شويه بالحاجات الانيميشن والحاجات اللي هي إيه يعني؟ ما اعرفش بس ممكن اروح لايه اروح لايه مش عارف ممكن اعمل هالك مثلا انا هعمل حزلقوم عارفه احنا يعني احنا اخرنا حاجات مضحكه حاجات اللي هي عاديه صحيح يعني الناس بتلبس حاجات رعب واحنا قال لك هالك وحزلقوم بص حاطه المكرونه في دماغها اهي بصي المكرونه اهي مكرونه اهي لا في شغل يعني برضه هناك في صرف على الموضوع طبعا يعني كل دوله على حسب بقى فكرها. طب احنا ليه ما عندناش احتفالات كده في الشارع بس مش عايزاها رعب كده قوي برضه لا مش شرط مخيف قوي بس هو تصدق الموضوع يبقى لا مخيف قوي بس هي حلوه ان هي فيها الوان وفيها ابتكارات كده وفيها مش عارف ايه لكن الحاجات المرعبه قوي دي بحس ان هي زياده قوي ما هو عيد هلع ما ليه انا بقى ليه تهلع ليه نلعب بعض يعني ليه نلعب بعض برضه الامور امور حلوه لو هي فيها ايه حاجات كل واحد مثلا اللي هو عارف الحاجات التنكريه الحاجات اللي هي مثلا كل واحد يلبس شخصيه وبيحبها ماشي مقبوله بس الموضوع يكون انت ماشي في الشارع كل الشعب ماشي كده كل الشعب ماشي بجماجم وماشي بهيكل عظمي وحركات هي فيها لقطة بس لقطة مرعبة لقطة مش بتاعتنا يعني بحس ان هي الى حد ما برضو احنا فكرنا مختلف شوية احنا ممكن نعمل حاجات عارفة اللي هي فيها نورة اللي هي فيها الوان والحاجات المهرجانات اللي هي فيها الوان تحدف على بعضها دي عارفها الحاجات اللي هي في الوان كده تروح عارفة بيسموها ايه؟ الكالر فيستيفال متهيألي على ما اعتقد حاجه كده عارفه اللي هي ايه تروحي تلاقي نفسك لونتي تلاقي نفسك مش عارف لو ايه لونت ايه وانا حاجات حلوه كده رايحه الحضانه فيها جري في ايه فاروق هو ده اللي انا عايزه بحب الحاجات دي
لكن احنا هنعمل عيد هلع لكن بقى عارف. بص ساره جوه مبسوطه، ساره طايره رعب رعب. لا انا بجد انا ما زلت مستنيه المعلومه يا ساره عن قرع العسل والهالوين. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن احتفالات الهالوين، يمكن شفنا الفتره اللي فاتت ناس كتير